يزيد ثقتكم في شخصي وانتخابي على رأس مجلس هذه الجهة الغنية على قلوب كل ساكنتها. أتقدم لكم بجزيل الشكر والامتنان على قدرتي بما قدره تشريف، فهي تكليف وأمانة. نسأل الله أن يوفقنا جميعا ونحن يدا في يد في تحملها، ويقدرنا على الوفاء بالعهد الذي قطعناه على أنفسنا لنكون في خدمة الوطن والمواطن. ولا يفوتنا أن نتقدم بشكر جزيل للسلطات الولائية والمحلية وعلى رأسها السيد والي ولاية جهة الشرق عامل عمل تجاهل عن المجهودات المبذولة لنجاح هذا العرض الانتخابي. الشكر موصول بمثل وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية على مواكبتهم عن كافة هذه الاستحقاقات. الشكر والامتنان لكل من ساهم من قريب أو بعيد في هذه العمل الانتخابية. والله نسأل أن يوفقنا لنا فيه خير البلاد والعباد تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما نمر بحاجة سحور لإخواني الله غادي تكون صويت على لائحة بكاملة، ومن بعد غادي نديرو صويت يعني نائب بنائب أو نائب بنائب. أعضاء مكتب مجلس جهة الشرق، النائب الأول عمر عجيرة، النائب الثاني صلاح العبودي، النائب الثالث بوعلو المحمد، النائب الرابع علاء الدين البركاوي، النائب الخامس نعيمة الحرور، النائبة السادسة أسماء عبد الله، النائبة السابعة صريحة حاج. يمكن على ما أظن تنسلي وعلى أن تسمع ندوزو هي اللائحة ومن بعد ندوزو الكاتب ونائب الكاتب. بسم الله الرحمن الرحيم. برقية ولاء وإخلاص. حضرة مدير ديوان ملكي القصر الملكي العامر بالرباط، وبعد يشرفني أن ألتمس من سيادتكم رفع نص البرقية التالية إلى مقام أمير المؤمنين صاحب الجلالة والمهابة محمد السادس نصره الله وأيده وسدد خطاه مولاي أمير المؤمنين سبط النبي الأمين وحامي حمى الوطن والدين. السلام على المقام العالي بالله ورحمته تعالى وبركاته. وبعد، وبمناسبة اختتام أشغال جلسة انتخاب أعضاء مكتب مجلس جهة الشرق والكاتب ونائبه والذي جرت يوم السبت 10/0/1443 هجرية الموافق ل 18/10/2021 ميلادية، يتشرف خادم الأعتاب الشريفة رئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي بعيوي بأن يرفع إلى السدة العالية بالله أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء مجلس الجهة أصدق عبارات الوفاء والولاء وأسمى آيات الإخلاص والتبريك وأزاير المحبة الصادقة والتشبت المتين بأهداب العرش العلوي المجيد. مولاي صاحب الجلالة والمهابة، نغتنم هذه الفرصة لنسأل الله العلي القدير بأن يمتع مولانا المنصور بالله بالصحة والعافية وطول العمر، معبرين لجنابكم الشريف عن التزامنا بالقيام بمهامنا على الوجه الأمثل حتى نكون عند حسن ظن جلالتكم وفي مستوى تطلعات رعاياكم الأوفياء بجهة الشرق وبحس وطني عالي يؤكد حرصنا على خلق دينامية تنموية تساهم في تفعيل أهداف النموذج التنموي الجديد. مستحضرين في تحقيق ذلك مضامين ودلالات خطبكم المولوية السامية التي نعتبرها وثائق مرجعية لبناء مغرب النماء والازدهار، مغرب الجهاد. مولاي أمير المؤمنين، ونحن نختتم أشغال هذه المحطة الهامة من مسار بناء صرح اللامركزية ببلادنا العزيز والتي تكرس مكانة الجهة كشريك أساسي للدولة وفاعل محوري في تخطيط الاستراتيجيات والمشاريع التنموية، لنجدد انخراطنا كمؤسسة منتخبة في بناء الأنساق التدبيرية الحديثة التي تضع الانتظارات المشروعة للمواطنات والمواطنين في صلب برامج التنمية التي تتماشى أهدافها مع التحولات الكبرى الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مملكتكم الشريفة تحت قيادتكم الرشيدة. حفظ الله مولانا الإمام بما حفظ به الذكر الحكيم وأبقاه ذخرا وملاذا لهذا البلد الأمين، يحقق له على يديه ما يصب إليه من عزة وسؤدد ورخاء، وأقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وشد أزره بصلوه السعيد
صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام على المقام العالي بالله ورحمته تعالى وبركاته. وجدة 10/0/1443 هجرية، الموافق 18/8/2021 ميلادية، خديم الأعتاب الشريفة، رئيس مجلس الجهة، رئيس مجلس جهة الشرق. شكرا. كنشكر جميع اعضاء مجلس جهه الشرق اللي وضعوا فينا الثقه اليوم على راس مجلس الجهه لولايه ثانيه، وكنشكر جميع ساكنه ديال جهه الشرق اللي وضعت كذلك الثقه ديالها في هذا المجلس اللي ان شاء الله غادي يكون عند حسن الظن الجميع. ان شاء الله يعني التحديات اللي كتنتظرنا وهي خلق مناصب الشغل، امتصاص البطاله، لان هذا هو التحدي الكبير، وكذلك المواصله في تنميه العالم القروي، وهذا الشيء كله كيدخل في صلب النموذج التنموي الجديد اللي كيسهر ويرعاه صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله. وان شاء الله غادي نحاولوا ننزلوا هذا البرنامج هذا الى ارض الواقع بمساعده الحكومه الجديده ان شاء الله. وشكرا. خاب ديال رئيس مجلس الجهه والنواب ديالو كاتب ونائب الكاتب اليوم خاب على نفس المنطق اللي عرفته باقي الجهات، هو واحد التحالف لاول مره في تاريخ الانتخابات في المغرب، الشعب المغربي والناخبين المغربيات والمغاربه عطاو الصداره لثلاثه الاحزاب، وهذه الصداره اغتنوا منها كاحزاب باش نشكلوا بها مكاتب على مستوى الجماعات وكذلك على مستوى الجهات، لانه العمل الجماعي الا ما كانش فيه انسجام ما يعطيش نتائج. نتمنوا ان هذا الانسجام اللي كاين هنا واللي ان شاء الله يكون حتى كذلك في الحكومه يعطي اثار ايجابيه على الاشتغال ديالنا داخل الجهه، ويعطي اثار ايجابيه على النتائج اللي غتكون في الاقاليم ديال الجهه ديالنا. المواطنين ديال الاقاليم الجهه اليوم باغيين يحسوا بالتغيير، باغيين يحسوا بانه كاين نتائج، باغيين يحسوا بان الحكومه الجديده بالتحالف الجديد اللي كاين كذلك كينعكس في الجهه يعطي نتائج ان شاء الله لهم مباشره. المواطن المغربي والمواطنه المغربيه داخل الاقاليم الجهه باغي يحس بالتغيير، وان شاء الله نتمنى نكون عند حسن الظن ديالو. اليوم تم انتخابي النائبة الخامسة للسيد الرئيس في تشكيل مكتب أو انتخاب أعضاء مكتب مجلس جهة الشرق. هذا الانتخاب كنعتبره واحد تكليف قبل أن يكون تشريف، واحد الإنصاف لإقليم فيقيق اللي إقليم كيعاني من الهشاشة، إقليم اللي صنفته المديرية السامية للتخطيط من أفقر أقاليم المغرب. نتمنى أننا نكون عند حسن ظن الساكنة اللي وضعت الثقة ديالها فينا، وعند حسن ظن المنتخبون اللي صوتوا علينا في هذه الجلسه. بسم الله الرحمن الرحيم. صالح العبودي النائب الثاني لرئيس مجلس جهه الشرق. طبعا كما شفتوا اليوم تم انتخاب الرئيس والنواب والكاتب ونائب الكاتب ديال المجلس. العمليه مرت في جو ديمقراطي والاجماع على السيد الرئيس، وهذا الاجماع بالنسبه لي مهم جدا لمصلحه جهه الشرق. هو اجماع من اجل اولا الاستمراريه ديال مجلس الجهه، المجلس الجهه السابق اللي دار مجهودات كبيره في مجال تنميه الجهه، وفي نفس الوقت كاين دماء جديده نسائيه وذكوريه اللي ممكن تعطي اضافه للعمل اللي بديناه في 2015. طبعا الاستراتيجيه ديالنا في مجلس الجهه غادي ان شاء الله تركز على اولا فك العزلة على العالم القروي، ثانيا نحاول ما أمكن نحارب التفشي لظاهرة البطالة في جهة الشرق، في نفس الوقت نجلب أكبر عدد ممكن من الاستثمارات سواء العمومية أو الاستثمارات الخاصة، لأن هذه هي اللي غادي تحل لنا المشكلة ديال البطالة. في نفس الوقت لابد ما نشتغلوا على نحاولوا نديروا توازن ما بين شمال الجهة وجنوبها. نتمنى التوفيق لجميع اعضاء مجلس الجهه والسيد الرئيس، وان شاء الله نكونوا رهنا اشارات انتظارات ساكنه جهه الشرق. شكرا.